اللي من الآن فصاعدا وأعطيت تعليمات لكل الفنادق سواء عمومية وخاصة، باش في أي فندق يكون هناك جناح خاص لعرض منتجات حرفية. أولا باش يعني يكون تسويق ويكون عرض، زيادة إن شاء الله ريثما يعني ترتفع الجائحة هذه راح ندعمهم تاني بمعارض جهوية على مستوى الوطن، في كل خطرة نديروا على مستوى ولاية ما، باش يعني القطاع هذا ينتعش نوعا ما. مباشرة بعد الجائحة عدنا برنامج يعني خاص لإنعاش وانطلاقة يعني فعلية للسياحة الداخلية. الهدف منها نعطي فرصة لكل المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب، أولا باش يتعرفوا على بلادهم من الشمال الجنوب الغرب الشرق، لأن هناك يعني مناظر يعني جد رائعة على مستوى بلادنا لكن مش معروفة.